رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، ما زلنا معاكم في حصص مادة كيمياء للصف الثاني القسم العلمي. حناخذ بإذن الله الوحدة الخامسة اللي هي تتحدث عن الأحماض والقواعد. الوحدة الخامسة تتحدث عن الأحماض والقواعد. في بداية الوحدة هنا قال لي إن الفواكه تعتبر مصدر مهم للأحماض العضوية بالطبع، اللي هي مثلا عندي حمض الستريك يوجد في الليمون والبرتقال، وعندي حمض المليك يوجد في التفاح والكمثرى، وأيضا حمض الطرطريك يوجد في العنب. يبقى تلاحظ أن الفواكه مصدر مهم جدا للأحماض اللي حندرسوها في هذه الوحدة. الأحماض قال